الذين يذهبون إلى الأولياء لا يخاطبون أبدانهم الفانية، طبعا هذا الجواب على سبيل الترتب، وإنما يخاطبون أرواحهم الباقية، الروح باقية، ولها ارتباط بهذا العالم، بنحو من أنحاء الارتباط. فخطاب هذه الأرواح لا يعتبر لغوا، ولا يعتبر عملا لا فائدة فيه، لاحظوا هذه الرواية، الرواية مذكورة في صحيح البخاري وقد اشرنا الى هذه الروايه فيما مضى في صحيح البخاري المجلد الاول من هذه الطبعة صفحة 316 رقم الحديث 1338 عنوان الباب بابو أو باب الميت يسمع خفق النعال. عن النبي صلى الله عليه واله قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاله. الميت يسمع قرع النعال في صحيح البخاري ورسول الله لا يسمع من ينادي هذه مفارقه في صحيح البخاري من هذه الطبعة المجلد الثالث الحديث رقم ثلاثة آلاف وتسعمية وستة وسبعين وعنوان الباب قتل أبي جهل يذكر في حديث طويل. ان نبي الله صلى الله عليه واله امر يوم بادر باربعه وعشرين رجلا من صناديد قريش هؤلاء القتلى الى ان يقول حتى قام على شفه الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله ما متندمين إذا كنتم تطيعون الله ما كنتم تنتهون إلى هذه العاقبة فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال الراوي فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ظلمات راحوا تحولوا الى جمادات كيف تخاطبهم يا نبي الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله واله مني والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه واله ما انتم باسمع لما اقول منه يعني يسمعون مثل ما تسمعون أبو جهل يسمع والنبي الأعظم لا يسمع هذا منطق حقيقة هذا مو كتاب الكافي هذا صحيح البخاري الرواية الأخرى أيضا رقم الحديث 3980 عن ابن عمر قال: وقف النبي صلى الله عليه وآله على قليب بدر، فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: انهم الان يسمعون ما اقول. ثم يأول هذه الروايه تاويلا باردا. نحن ما نعرف اللغه العربيه. ما تعرفون اللغة العربية. قال: فذكر ذلك لفلانة امراة يذكرها فقالت: انما قال النبي صلى الله عليه وآله انهم الان ليعلمون ان الذي كنت اقول لهم هو الحق. الان افتهموا. النبي طبق هذه الرواية يقول إنهم الآن يسمعون ما أقول النبي دا يخاطبهم وهذه المرأة تقول لا مو معناته هذا معناته الآن افتهموا أن كلامي حق عندما كنت أكلمهم في حال حياته هكذا تؤول الألفاظ إذا نفتح باب هالشكل تأويلات إذا يمكن تأويل كل شيء. وقلنا فيما مضى أن مئات الملايين من المسلمين في كل يوم يخاطبون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ويقولون له السلام عليك أيها النبي. كاف الخطاء هل تخاطبون جمادا لا يشعر